جاهزة؟ يلا بينا. خليني اسالك، بتقفلي موبايلك امتى وتبقي مش عايزه تكلمي حد؟ اما بكون متضايقه بس، يا مش كتير بس كده؟ ما بعملهاش، بس اوقات بقى يعني مبقاش عايزه اقفله قوي عشان لو حد من اهلي او ليلي او اي حد كلمني. بتواجهي ارقام غريبه ولا لا؟ لا صراحه مش تناكه، مش تناكه والله، مش تنكه خالص، بس ما بحبش ارد على ارقام غريبه عشان مش عارفه. خلينا نفصل شويه عن جو المغامره واسالك شويه اسئله سريعه لخف بيها جو التوتر ده. بليز لو معاكي مايسه دلوقتي في الطياره قلدي رد. حته قلم ليه؟ طيب ما خدتوش بحياتها. طب قولي لي، هي كانت قلدي رد فعلها ايه؟ مالك متوتره كده ليه؟ انتي اوفر قوي في كل حاجه بجد، انتي غريبه قوي قوي قوي. نطي نطه يا دبدوبه. طب دلوقتي هسالك سؤال يا مي، بما انك خايفه متوتره كده، لو جاوبتي عليه 3 ثواني مش هنزلك. مش هتسألني؟ مش هنزلك، ما هنرجع تاني. مش هتنزلني؟ احلف. مش هحلف، بس يعني لو 3 ثواني. طيب اوكي؟ قولي لي اسم خالد النبوي واحمد السقا ومي سليم في فيلم الديلر. 3 ثواني. سماح ويوسف وعلي. هو 3 ثواني خلصوا، فانت كده فوق. ايه ده؟ ليه؟ انا ما بجيش بالكلام على بني ادم. مع السلامة عليكم. انا اسف. مع السلامة عليكم. Okay, you're free. Thank you so much. You're very welcome. مي احنا تمام الحمد لله على السلامه. لا مش هقوم. شويه كده انا قاعده معاكم. احنا عايزينك انت قاعده بس تقول لنا اهم حاجه اتغديتي امبارح. ده بجد؟ معلش ده بجد جدا. سؤال خطير. وقت اخطر. وبص على الحلاوه